تحت قيادة باسيو، الكابتن عبد الحميد باسيوني المدير الفني لطلائع الجيش. أهلا وسهلا، منورنا. اهلا بحضرتك يا استاذ هاني، منور الدنيا ومتألق ومتميز دايما كالعادة. يعني انت منور عارف الدنيا انا من احب الناس لقلبي، فببقى فرحان اصلا في وجودك ومعاك، حبيبي وببقى سعيد بكلامي معاك دايما. منور الدنيا كلها، ومبسوط جدا ان انا بسمع صوتك. مبروك الفوز النهارده على ناديك اللي بتحقق الفوز عليه لاول مره في مسيرتك التدريبيه. بقول الحمد لله والشكر لله. مبروك لنادي طلائع الجيش، مجلس اداره وجهاز فني ولاعبين، هارد لك نادي الزمالك الكبير. خد بالك حضرتك انت بتتكلم على الدوري فقط، انما مظبوط انا فزت على نادي الزمالك 3-0 في في السوق، الكونفدراليه مع غزل المحله. في الكونفدرالية، لا في الـ في الـ في الـ الرابطة، كاس الرابطه، الرابطة كاس مظبوط، الرابطه. صح مظبوط، انت كنت حصل كمان بتتكلم انت محمد في حصل الكونفدراليه، أي. فخدتني خدت بالي خدت بالي. فزنا 3 واسمح فزنا لي ان انا بعد 3-0 ما مع نخلص كلام عن طلائع الجيش وعن بسيوني هتكلم مع بسيوني عن الزمالك. اسمح لي بقى المره دي، الموسم خلص يعتبر. اولا انا بس عايز اقول مبروك للاعيبه نادي الطلائع والجهاز الفني طبعا والاداري وكل ما ينتمي لنادي الطلائع. موسم صعب 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 جدا جدا، ورغم ذلك يمكن انا اتكلمت معاك بيني وبينك وكنت عارف ان احنا المركز اللي احنا كنا متفقين على الاداره عليه ايه، بل بالعكس حققنا فوقيه دلوقتي، حصل وبقينا دلوقتي في المركز العاشر في وسط الجدول، تحت مننا 3 فرق، 8 فرق كبار جدا 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 بامكانياتهم كبيره. حققنا فوق الهدف. تاني حاجه احنا وصلنا لكاس الرابطه بعد تصدرنا مجموعتنا، وفزنا على زد في ملعبه، مظبوط، وتعادلنا مع بيراميدز 2-2، وفزنا على فاركو وتصدرنا المجموعه، فزنا على الجونه، فزنا على النادي المصري الكبير، وخسرنا من نادي سيراميكا المحترم اللي بيبارك له من خلالك على كاس الرابطه ولكل منظومه سيراميكا، وعلى راسها الكابتن ايمن الرمادي اللي ببارك له من خلالك. عملنا مباراه كويسه، ويمكن حاله الطرد اثرت على طبعا الفريق. بشكل واضح ماشيين الحمد لله بخطوات ثابته في الكاس. قدمنا لعيبه السنه دي لعيبه كويسه جدا جدا. فاذا كل الاهداف اللي كانت مطلوبه من عبد الحميد باسيوني كمدير فني تم تحقيقها وتم انجازها على الارض، مظبوط، رغم بعض الاخفاقات، وده طبيعي جدا جدا في ظل موسم المباريات. يمكن انا الفريق الوحيد يا كابتن هاني اللي لعب الاسبوع ال 34 قبل 33، مظبوط، يعني لما لعبت بيراميدز في الماتش اللي فات. دي حاله ما حصلتش في تاريخ العالم، ان انت تلعب مباراه قبل، يعني اسمع عن لعب المؤجلات، لعب المؤجلات، انما انك تلعب المباراه الاسبوع الاخير قبل 33، فبقول الحمد لله. بتحصل احيانا لكن في ظروف نادره، احنا عندنا الاستثناء هو العادي عندنا. لو قلت لك يا استاذ هاني، والله والله انا لعبت دي يعني بحييها من خلالك، ما عدتش قادر تتمرن. انا كل مباراه بخش المباراه ناقص 5 6 لاعبين، ورغم ذلك انا عمري ما اشتكيت، عمري ما طلعت في الاعلام قلت ان انا ناقص افراد ايه. يعني انا بلعب النهارده بدون جودو ونشيكا، بدون يوسف وحيد، بدون محمد هاني، بدون لعيبه يعني ثلاث مهاجمين، خط هجوم كامل كان مفقود عندك النهارده. انا بقول لحضرتك ولاعيبه مهمه جدا، ورغم ذلك ما طلعتش اشتكيت. قبل كده برضو اتضغطت من 1/8 ل 11/8، لعبت 4 مباريات، 2 منهم النادي الاهلي، واحده زمالك، واحده اتحاد، مظبوط. وانا برضو في خلال المده البسيطه دي، برضو في خلال العشر ايام دول، انا لعبت مباراه سيراميكا، ولعبت مباراه بيراميدز، ولعبت النهارده الزمالك، وعندي الزمالك تاني يوم الاربعاء. طيب في 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 في, في ظروف صعبه لعبتي لعبت، يعني انا لعبتي استهلكت السنه دي، استهلكت. ومهما تعمل من استشفاء، ومهما تعمل من شغل، والله مهما تعمل مهما تعمل من شغل، اللعيبه تعبانه فعلا. فانا بشكرهم من خلالك. هي تعبانه وزهقانه، والحقيقه الاثنين لما بيجتمعوا مع بعض. يا سلام عليك، انا مش قادر اقول الجمله دي. السنه طولت قوي، طولت قوي، اللعيبه ما عدتش حد اصلا تيجي التدريب. فانا بشكرهم من خلالك، بشكر منظومه طلائع الجيش كلها بقياده اللواء محمد عزازي رئيس جهاز الرياضه العسكري، اللي هو ايمن المصري، اللي هو علاء السعداني، والجهاز الفني، واللاعبين، في موسم انا بعتبره من اصعب مواسم الدوريات في تاريخه. مظبوط، انا ببارك لك، لانه زي ما قلت من شويه كابتن باسيوني في خلال جلسه وديه سابقه جمعتنا في نص الموسم، قلت لي طموحاتك، وقلت لي اللي اتكلمت مع اللاعبين
علنا عنه، فانت وصلت لما توقعته او لما اردته منذ بدايه الموسم. لكن انت دلوقتي الحمد لله مقبل على مباراه الزمالك اللي وضعيتها ممكن وصفها بالمختلف. الزمالك في الدوري باين خالص انه مش اول اولوياته، مقبل على بطوله بغض النظر عن قراره هيشرك او هيشترك فيه ازاي، فهو مقبل على بطوله بكم ماتش ممكن يتوج ببطوله. ازاي هتتعامل مع ماتش الزمالك المقبل كابتن بسيوني؟ هو انا باخد ماتشاتي كلها يا كابتن هاني بمنتهى الجديه ومنتهى ال 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 يعني الالتزام ومنتهى كل شيء بعمله، بحيث ان انا بطوله زي ما حضرتك قلت للمنافسين كل الحق، يعني كل ما يشترك في الكاس له كل الحق وكل الحقوق المشروعه انه يحلم بالبطوله. أيوه. يعني انت بتتكلم في ثلاث اربع ماتشات لنفسك بتلعب نهائي بطوله، فليه لا؟ ليه ما اكونش انا؟ ليه كل واحد بيشترك في الكاس؟ ليه ما يكونش الكاس من نصيبه؟ فبتبقى حسابات مختلفه وشغل مختلف تماما. يمكن انا رغم قصر المده انا اديت اللعيبه 48 ساعه راحه من التدريبات عشان يرتاحوا، تمام، انهم ما يشتغل يعني يبعدوا عن شكل الملعب شويه وييجوا شبه فايقين شويه، الاجازه تفرق معاهم وقعدتهم مع اسرهم. فبالنسبه لنا الكاس بيمثل لنا كتير وكتير جدا جدا، بنتمنى ان احنا نوصل لابعد مدى فيه. فهناخد امورنا طبعا بمنتهى الجديه، تمام، وطبعا بنقدر طبعا ان احنا هنقابل منافس كبير جدا وقوي جدا زي ما قدرناه واحترمناه النهارده. هنقدره دايما ونديله تقديره واحترامه، لان تمام. نادي الزمالك ده قيمه كبيره جدا جدا جدا، ولو بيلعب باي حد هو اسمه نادي الزمالك، فبالتالي له كل الاحترام والتقدير، تمام، واحنا هندور على حقنا المشروع في ممتاز. كل.